بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز بعض قردشلار واخت وسخير وصن الله سبحانه وتعالى طاعتمز عبادتمز ورزمز قبولتن. عزيز سيوجل تبا تعقب سلاره بجند بالحديث برنامج دان سجدانخ بجند حديث مز إن شاء الله تعالى عينا أوت نفر أوت شخص إزار ناده بلاوس بحث دارخ بيغمبر أفاند صلى الله عليه وسلم بيربته ديري انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم أو لا ينجيكم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أتنز: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. برد عزيز بعض قردشلر بيغمبر أفاندم صلى الله عليه وسلم بيربت أوت إنسان جدلر بير دغدا بير مغاردة أزلارن دوردالر ياغشتن أوتل استراحتن أوتل يطمختن أوتل بأثندا بير بيوج داش بضغطن أنار بمغارانا بلالارنن قبادر بردنا انتظار يدلر بز أولم بردنا ديالر بيبيلارنا ديالر قوي
خالص دعاء مز، خالص عمل مز نايمش، ونا توسل إدغ الله دعاء إله حتى الله سبحانه وتعالى بلا مز قرطارسن بموقفتان. بير سنة ديار من بابام ننام عمر دبي وجدلر من سوت صغاردم جاتردم بير جون تاخير oldum. بس جلندم باختم بابام ننام yatıplar. Uşaqlarım da süt istirdiler. Biz dedim olmaz nenemle babamdan evveltir. Ne özüm içim ne uşaqlarım. Diri sabaha kadar durdum. Hatta kalktılar yuxudan. Kalkandalar verdim onlar içtiler. Anan ondan sonra biz istik. Dedi ya Rabbel alemin. Ben bu ameli sanu hatırıcı, halisan sanu etmiştim. Bilemizden kurtar edesen bu mevkıftan. Diri burada ba daş mıtka Allah'ın kudretiden çabalar. Ama mazal yoktu kurtar olsunlar bu mağaradan. İkinci ne dedi? Dedi ya Rabbel alemin. Özü bilsen benim amım kız var idi. Ben amım kızımı çok severdim. Bir gün geldi yanıma vaz'ı maliyen durumu iyi dercildi. Para istedi bilemden. Ben de dedim bilesine ce özü teslim edemene anam bileve para veririm. Diri ciddi kabul etmedi. Ondan sonra durumu daha fazla kötü olur celer yanına. Diğer bileme para ver. Diğer ce özü teslim ede, öz nefsü teslim edemene. Fahişe istedi bilesinden. Diğer tamam. Bilesine 120 dinar. O vakit dinar da altın imiş. Verer bilesine. Burada diri celerem oturram ke enneme nece adamla arvat birbirleriyle yakın olanlar. Diri burada dedi Allah'tan korka. Sen malı eğer istirsev halallıktan tamam. Biz Allah'tan koruk haramla yakınıma düşme. Diri bir sözü eşden de kalktım. Ya Rabbel Alemin sen bilersen ben ne kadar beni severdim. Yani kalkmadı yanına nerede mesela ihtimalde rağbeti yok imiş, yani severmiş bilersen yok. Diri sen ya Rabbel Alemin bilirdim ben beni çok severdim. Biz bileme bir sözü diyen de Allah'tan korka burada ibret aldı. Diri altın paranı da bıraktım bilersi verdim bilersine. Ya Rabbel Alemin eğer ben bir şey ettim halisen sağlıkça ya Rabbel Alemin bilemizi kurtar bu durumdan. Diri burada da bu daş mıçkayan gelir ama hiç de edebilmezler çıksınlar. Üçüncü ne diyer? Diyer ya Rabbel Alemin sen bilirdin benim yanımda nete işçi var idi. Tuttum onların hesaplarını verdim. Ama biri gelmedi hesabını alsın. Ben bu paranın bu adamın hesabını deva alıp koyun alıp da çok olup bunun yanında bu deva, bu koyunlar, bu ineciler çok olur. Dirinete seneden sonra celer diğer ben vaktinde yani de işledim işçiydim sen hesaplarını verdin benim hesabım vermemişti dedi sözü doğrudu tamam dedi hani benim hesabım dedi bu koyunları, bu develeri, bu inecileri görsen dedi böyle. Dedi bu hepsi sanudu. Dedi ne dedi? Bana bana alay etsen yani kaşmarlık etsen dedi yok bu hepsi sanudu. Dedi geldi bu yüzden onun hepsini aldı. Hepsini apardı. Hiçbir şey bırakmadı bilhassa. Dedi ya Rabbel Alemin eğer ben bir şey de etmişsem halisan sanudu Allah bizi kurtar bu mevkıftan. Burada Allah'ın emriyle bu daş yen verinir. Bunlar çıkarlar, kurtar olarlar. Aziz bazı kardeşler, biz bu hadisten ne anlarız? Bu hadisten anlarız, insan her ameli etse, halisan Allah'çı olsun. Sonra insan zikatta, hazeti olanda, dua dilesin kebir ameli edip de özüden Allah arasında. Orada Allah Subhanahu ve Teala duayı kabul eder. Sonra bu Ramazan ayıydı.
نغد إدا بالساوس أبي لك خالصا الله تعمل إداون يخمن جالن بير عمل إدم جالن بير مصورة ديم جمانم رسمم أل فوتوم أل نادي والله بي ما غويرم بفقير أشغى حتى جيدم أزمت مالا صدام فيسبوكا قويدة نادي حتى بلاس يعزب جاسن لايك جاسن يؤ عمل أولر أوصن خالصا الله تعالى وخالصا عمل الله سبحانه وتعالى قبول در وبر عمل لر الله إتماسن أولر هباء منثورة أقرية أوصى الله تندو عدلارغ الله سبحانه وتعالى عمل مسحب سؤوصن خالصا الله تعالى الله سبحانه وتعالى طاعة مس عبادة مس أورز مس قبولتن الله سبحانه وتعالى بلامز ليلة القدر جزاسنا نائليتن الله سبحانه وتعالى بلامز عمر ويرسن صوغ رمضان لرجرخ الله سبحانه وتعالى بجزل جنلردان بلامز رمضان بركة محروم إتماسن آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.